بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دي المحاضره الثامنه في ماده الكمبيوتر اسكس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الله عز وجل، الله عز وجل يوم القيامة يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأنهم صدقوا مع الله عز وجل وكانوا صادقين في الدنيا، فأثابهم الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فلا يسخط عنه عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. طبعا هذا فوز عظيم، وده لمين؟ للصادقين. فلابد ان احنا نكون على طول في جميع الاحوال وجميع الاوقات صادقين، ونبعد كثير جدا وبعيد جدا جدا عن الكذب، فالكذب كبيرة من كبائر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاللهم اجعلنا من الصادقين. إن شاء الله النهاردة هنخلص في المحاضرة النهاردة شابتر 3 كله إن شاء الله، اللي هو بعنوان كمبيوتر أند إنترنت كرايم. طبعا هو هنا في أول سلايد بيتكلم على الـ Types of Perpetrators، اللي هم الجناة. هم مين الجناة اللي هم بيعملوا هذه الجرائم؟ تمام. بيقول لي دي أنواع، بقى دي أنواع هم قدامك. افتح القلم. perpetrators include thrill seekers wanting a challenge، يعني بيبحث عن تحدي معين مثلا، او عايز بيخش مثلا في تحدي مع حد معين، هو يفشل حاجة مثلا كده يعني. common criminals looking for financial gain، طبعا ايه المجرمين العاديين اللي هم محتاجين بيحتاجوا او بيبحثوا عن المقابل المادي، او industrial spies اللي هم الجواسيس trying to gain an advantage، زي مثلا جاسوس في شركة مثلا بيتجسس على شركة تانية عشان يشوف خططها ايه او كده، او يفشل مشروع عندها مثلا عند شركة منافسة يعني. والتيرورست اللي هم الارهابيون اللي عايزين يعملوا تدمير في البنية التحتية في اي مؤسسة او في اي دولة. طبعا زي ما انت شايف كده في different objectives and access to varying resources، طبعا عشان يحدد يتعمل محتاجين ايه resources وبأغراض مختلفة. وطبعا كل واحد من دول هياخد او هيتحمل ريسك ليفل من الريسك معين عشان يعمل ايه الهدف بتاعه. ادي انواع الجنية: الهاكر، الكراكر، ميشيس انسايدر، اندستري سباي، السايبر كريمينال، الهاكت فيزيست، والسايبر تورست. طبعا هنا في كلمة الاندستري سباي دي اللي هو التجسس الصناعي، لسه قايلها، اللي هو مش من شركة على شركة، وغالبا بيرتبط بالصناعات التقنية زي البرمجيات، شركتين بيعملوا سوفت وير مثلا او الهارد وير او التقنية الحيوية وتقنية الفضاء والاتصالات والمواد والطاقة. كل الحاجات دي شركات المنافسة بيتجسسوا على بعض. اللي بيعمل هذه القصة اللي هو بيسموه الاندستريال سباي. تمام. حتى بيقول لك هو ايه اللي بيحركه: كابتشر تريد سيكريتس اند جين كومبيتيتيف ادفانتج. اول نوع او اول هدف او اول نوع من انواع الجنية اللي هم الهاكرز او الكراكرز. الهاكرز مش شرط كلمة هاكر يكون ده يكون ان هو واحد بيفسد يعني، لا، ده هو اصلا
الكلمة دي أصلا كانت مستخدمة إن هو بيتعمل تيست للسيستم أو بيحاول يؤدي وظيفة القرصان مثلا، ها، عشان يشوف الليميتيشنز بتاعت السيستم. فهو أصلا اللي كان المفروض أصلا كلمة هاكر دي كانت كلمة إيجابية مش كلمة سلبية. فهو بيأكن في ناس في الشركة بيعملوا البرنامج، وفي ناس تانية بيحاولوا يكتشفوا نقاط الضعف، خدت بالك، نقاط الضعف الموجودة في الشركة في السيستم ده، في السيستم معين. طبعا معظم الهاكرز بيكونوا سمارت وتالنتد. بس بعضهم بقى بيكون ايه، ما بيكونش كده يعني، ما بيكونش سمارت، او بيكون اصلا غير كفؤين تقنيا يعني. اما الكراكرز بقى هو اصلا نوع من الهاكينج، بس ده بيكون الهدف منه ايه، اجرامي. الهدف منه ان هو يعمل جريمة معينة، او يفشل سيستم، او يحتال على الناس، او ياخد معلومات غير ايه مصرح ان هو ياخدها. النوع التاني من اللي هما الجنال اللي هما malicious insiders. مش الانسايدرز ده بي ده بي هو فعلا بيؤدي الى يعني قلق امني كبير قوي في الشركات. ليه؟ عشان اصلا اللي هنا المتسلل او القرصان بيجي من جوه الشركة، انسايدر، ها، انسايدر. وغالبا بيكون الاحتيال الفرود وزين is usually due to weakness in internal control procedures، في ضعف اجراءات الرقابة الداخلية، فعشان كده بيؤدي الى ظهور هذا الايه، هذا الاحتيال من هذا الانسايدر. ويكون طبعا كود بيكون في تواطؤ بقى بين واحد من بره واحد من جوه، ها، employee and outsider. ومش مش شرط يكون الانسايدر ده يكون ايه، يكون employee، ممكن يكون مستشار او مقاول بيتعامل مع الشركة، بيحصل على هذه المعلومات وبإيه، بيحصل على هذه المعلومات. وطبعا نظر ان هو ان في واحد انسايدر، يعني واحد داخلي في شغال في السيستم اصلا، فطبعا بيكون صعب جدا ان احنا نعمل ديتكشن او ستوب لايه، لهذا الشخص. عشان بيكون اصلا بيكون مخول ان هو يخش على السيستم ومعاه ومعاه الباسوردز كلها ومعاه الصلاحيات ان هو يشتغل. وحتى الانسايدر اللي هو نيجليجنت، اللي هو بيكون يعني مش متصور هو يعمل حاجة، برضه ممكن يعملوا ايه، تدمير على ايه في السيستمز، او تسريب للمعلومات اللي موجودة جوه الايه، جوه الشركة. طبعا في يعني حادثة جامدة جدا حصلت، هناخدها في الصلاة اللي جاية اهي، او كيس ستادي حصلت مانيشس انسايدر. فين بقى؟ بيقولك اهو السعودي اريبيان اويل كومباني لارامكو، شركة ارامكو دي شركة مملوكة للدولة في السعودية، وفيها يعني هي الشركة دي بتدير حوالي خمس ال world's oil reserves and employs more than 55,000 workers in 77 countries. طبعا شركة عملاقة. In 2012 the firm was a victim of a cyber attack that erased data on about 3,000 with personal computers. 30,000 كمبيوتر حصل عليهم هجمة. وللأسف ال security experts believe that the attack was led by a company insider. كان المجرم اللي حصل اللي عمل هذه الجريمة كان ايه، company insider، واحد من الشغالين جوه، وعنده صلاحيات ان هو يخش على النتورك بتاعت شركة ايه، ارامكو. طبعا لا تتصور طبعا حجم الايه، الخسائر اللي حصلت نتيجة هذه الداتا اللي ضاعت، او هذه الكمبيوترز اللي اتمسحت.
بعد كده بقى الانسايدر سبايز، لسه كنت قايل تعريف ليها. اهو بيقول لك لي يوز الليجال مينز، وسائل غير قانونيه عشان يحصل على ايه، اسرار تجاريه، تريد سيكريتس فروم كومبيتيتورز اللي هم المنافسين. وطبعا اكيد معروف ان الاسرار التجاريه دي محميه بالقانون، تمام. طبعا في فرق ما بين التنافس وبين بين الايه، واحد يعمل جريمه تجسس. يعني التنافس كومبيتيتيف انتليجنس ماشي، انا بشتغل بالليجال تكنيكس وبحصل على معلومات متاحه للعامه، لكن الاندستريال سبوينيج اللي هو التجسس الصناعي ده بيستخدم وسائل غير قانونيه وبيحاول ان هو يتجسس على الانفورميشن الموجوده داخل الشركه اللي هي غير متاحه للايه، غير متاحه للعامه. السايبر كريمينالز، طبعا كلمة سايبر هنا معناها انترنت، يعني الشبكة أو شبكة الانترنت اللي متوصل بيها الكمبيوترز، الناس بيخترقوها عشان يسرقوا حاجة معينة، معلومات معينة. وطبعا كل وسائل الاحتيال في الكمبيوترز يعني بتشمل هذه النوع من الهاكينج. وطبعا حتى لو انت تعرضت لعملية احتيال، التشارج بريكس طبعا، رد الفلوس تانية دي حاجة صعبة جدا طبعا. وطبعا حدوث هذه الجريمة اصلا بيؤدي الى loss of customer trust، يعني ثقة العملاء. طبعا العملاء لو لم يثقوا في الشركة او لم يثقوا في البنك او كده، ممكن كلهم يشيلوا فلوسهم منهم. فطبعا يبقى موضوع ايه، more impact than fraud. طبعا مش موضوع عملية احتيال بس، مجرد فقد ثقة العملاء ده فيها حاجة فظيعة جدا في السوق. عشان بقى بيقللوا الاونلاين كريدت كارد مثلا، عشان الاحتيال دايما الاحتيال بيحصل على الكريدت كارد، يحاولوا يحصلوا على الديتيلز الموجودة عليه، ففي يقللوا عشان يقللوا المعلومات دي بيستخدموا كذا كذا اكشن، يعني ان هو بيستخدموا التشفير، ها انكريبشن تكنولوجي، فيريفاي ادريس سبميتد اونلاين اجينست ايشينج بانك، وبرده بيشوفوا العنوان المقدم عبر الانترنت ضد البنك اللي هو مصدر للكارت نفسه. ريكويست اي كارد فيريفيكيشن فاليو، ممكن برضو يطلب منك ان انت ايه، تدخل السي في في او زي قدامنا الرقم اللي هو الاخير ده، بيسموه الكارد فيريفيكيشن فاليو او الديجيتال كارد فيريفيكيشن نمبر. يوز ترانزاكشن ريسك سكورينج سوفت وير، برضو استخدام برنامج تسجيل مخاطر الايه، المعاملات. السمارت كاردز بقى، طبعا السمارت كاردز اللي هيبقى فيها اي سي كده، ها هي كونتينز اي ميموري تشيب، دي فيها امان طبعا اكتر من ايه، اكتر من الكروت العاديه، عشان كل شويه يعمل لها ابديتنج بانكريبت الداتا ايش تايم كارد از يوز. كل مره كارد بيخش جوه المكنه بيحصل ابديتنج للداتا على الاي سي دي. وطبعا موجود في مصر الحاجات دي، في بنوك كتيره بتعمل هذا النوع من السمارت كاردز، وطبعا نوت وايد يوز ان يو اس بس وايد يوز ان اوروب، وبرضه في ايجيبت وايد يوز. الهاكت فيزم اللي هو القرصنة، يعني القرصنة بتبقى على ال القرصنة بتتم على الشبكات الحاسبات أو على الحاسبات بصفة عامة، عشان الواحد يحصل القرصان ده يحصل على إيه، هدف إما اجتماعي أو سياسي، هزيمة حزب معين مثلا أو التأثير على نتيجة الانتخابات أو أيا كان. وبالتالي طبعا ظهر يعني جريمة جديدة اسمها السايبر تيرورست اللي هو الإرهابي الإنترنت،
بيأتاك بقى، بيعمل أتاك أو بيهجم على الكمبيوترز نتوركس in an attempt to intimidate or coerce a government in order to advance certain political or social adjectives. يحاول يهاجم أجهزة الكمبيوتر والشبكات عشان يكره السلطات إن هي تهدف تحقق أهداف سياسية معينة أو اجتماعية معينة. وطبعا هو بيكون الهدف منه إن هو يعمل تدمير، مش الهدف منه إن هو يلم معلومات أو يجمع gather information. وطبعا بيستخدم تقنيات بتدمر أو تعطل خالص الخدمات بتاعة الإيه شبكات الكمبيوتر. طبعا في قوانين بقى سنت عشان تحاول تقلل او تبحث يعني كمبيوتر كرايم. ها قدامنا اهو كذا قانون اهو، طبعا القوانين دي كلها في امريكا بتحاول ان هي ايه تعرف اولا الجريمه القرصنه او جريمه الاحتيال في الكمبيوتر او سوء الاستخدام. تمام، كل دول 1 2 3 4 5 دي كلها اجزاء من قوانين بتبحث في هذا الموضوع. عشان كده بقى هم دلوقتي او مش دلوقتي يعني، الكلام ده من سنين يعني، ان هو بيبحثوا على تراست وورثي كومبيوتنج، لحوسبة جديرة بالايه جديرة بالثقة. ان هو الحوسبة الجديرة بالثقة دي بتبقى مبنية على كذا عمود يعني، اللي هو الايه السكيورتي والبرايفسي والليبرتي والبيزنس انتجريتي. السكيورتي اللي هو الامان، والبرايفسي الخصوصية، والليبرتي ان هو يكون الداتا متاحة وغير متغيرة وينفع تبني عليها قرارات، وطبعا يكون كل السيستم ده مندمج جوه الايه جوه البيزنس بتاع الشركة. تمام، يعني بحيث ان نعمل ايه ممارسات تجارية سليمة موجودة في الايه نتيجة هذه الايه التراستورثي كومبيوتينج. بيقول بقى security of any system or network, combination of technology, policy and people. طبعا السكيورتي بتاع السيستم مش تكنولوجي بس، دي بتكون كومباينيشن ما بين التكنولوجي والبوليسي السياسة والايه والناس اللي شغالين. و requires a wide range of activities to be effective. تكون السكيورتي دي effective عايزة مجموعة من الإجراءات أو مجموعة كبيرة من الايه من الإجراءات. و systems must be monitored to detect possible intrusion. لازم يكون في monitoring خلاص. وفي clear reaction plan addresses، وفي reaction plan لو تحصل مشكلة أو خطة التفاعل يعني، لازم تكون خطة واضحة وصريحة فيها بقى ازاي نعمل notification، ازاي نعمل protection و activity log maintenance و containment eradication و recovery. كل دي تفاصيل خطة الايه التعامل مع الأزمات أو الايه الهاكينج أو اقتحام الايه السيستمز بتاعة الكمبيوتر. عشان كده الشركات دايما بتعمل ريسك اسسمنت، تعمل تقييم الأخطار. تمام، والبروسيس بتاع الاسسنج ده المفروض اللي هو ده يكون مطبق على الاورجانيزيشنز كمبيوترز اند نتوركس و from both internal and external threats، ضد الأخطار الداخلية والإيه والخارجية. و identifies investments that best protect from most likely and serious threats. وطبعا الكلام ده محتاج نفقات، ها الحماية لحماية الشركة أو الكمبيوترز الشركة من معظم الإيه الأخطار الخارجية أو المحتملة. وطبعا بيكون التركيز على التخصصات أو المناطق اللي في الشركة اللي هي فيها معظم الإيه الإنفورميشن الخطرة مثلا، الإنفورميشن المهمة في الشركة
الحاجات اللي هي بتكون تؤدي إلى عمل أو دفع مبالغ ضخمة، تمام، دايما يكون السكيورتي فيها مركز عليها. على سبيل المثال مثلا البنك يبقى إيه، بيانات العملاء، خلاص. عندنا اهو الخطة اللي قدامنا دي ريسك اسيسمنت، مكونة من 8 ستيبس، تمام. ايدنتيفاي اسيتس اوف موست كونسيرن، ها اكتر حاجات في الشركة او اكتر اساسيات في الشركة او اكتر اصول في الشركة دي مهتمين بيها جدا. ايدنتيفاي لوس ايفنتس ذات كود اوكير، ها بتحدد ايه هي الايفنتس اللي ممكن تحصل اللي تعمل loss، واسس likelihood of each potential threat، ونحدد بقى خطر كل ايفنت من دول، وديترماين اربعه ديترماين ذا امباكت اوف ايتش ثريت، وتاثيره تاثير كل ثريت كل خطر، وديترماين هاو ايتش ثريت كود بي ميتيجيتد، ازاي ينفع او ازاي نقدر نخفف من كل تهديد، واسس فيزابيليتي اوف ميتيجيشن اوبشنز، اللي هي بيحدد الجدوى يعني بتاعت عملية الميديجيشن اللي هتحصل فوق دي، خيارات التخفيف. وبعد كده perform cost benefit analysis اللي هي إجراءات تحليل التكلفة والعائد. وبعد كده اللي هي decide which counter measures to implement، ايه الإجراءات المضادة بقى اللي هتتعمل عشان ايه، عشان نحمي السيستم من هذه الأخطار. ادي كده جزء كده من تيبل عندنا، طبعا كده موجود في الكتاب التيبل ده. خطة اهو، او جزء من الخطة اهو، ده الريسك اهو، ده البيزنس اوبجكتيف ستيتد، المفروض نحمي الشركة 24 ساعة في 7 ايام، ها، وده الاستيميشن بتاع بروبيتش سوتش ايفنت اوكيرينج كام في المية، والاستيميتد كوست والبروبابيلتي والاسسمنت اوف كارنت ليفل اوف بروتكشن والريلاتيف بريوريتي تو بي فيكسد. دي ايه كده، دي كده جزء من خطة الايه، الريسك اسسمنت. برضو هنا برضو اهو ده تكملة الجدول، الايميل اتاتشمنت ممكن يكون فيه وورم مثلا، يقول لك بقى البيزنس اوبجكتيف ستريتند ايه، بيحصل ايه وكام في المية، والكوست بتاع هذا الكلام، خلاص، والليفل حاليا عامل ازاي، بور جود اكسلنت، لكل ايه، لكل انواع من كل نوع من انواع الايه، من انواع الريسكس. طبعا عشان الكلام ده يتحقق لازم نعمل بقى establishing a security policy، تكون في سياسة واضحة للأمان، خلاص. A security policy defines، البوليسي بتديفاين ايه بقى، أول حاجة Organization Security Requirements، متطلبات الأمن بتاعت المؤسسة أو الشركة، Controls and Sanctions needed to meet the requirements، الضوابط والعقوبات اللي بتتعمل عشان إيه نعمل هذه ال requirements أو ننفذ هذه المتطلبات، Delineates responsibilities and expected behavior. ممكن بقى يقعد يتصور ايه اللي ممكن يحصل، behavior اللي ممكن يحصل من الموظفين مثلا، وايه مسؤولية كل واحد منهم، outlines what needs to be done not how to do it. عايزين بس ايه، ال security policy بتحدد، ها، اللي احنا المفروض نعمل ايه، مش نعمله ازاي، المفروض نعمل ايه الاول، ها، وبعد كده المفروض برضه يكون في automated system policies should mirror written policies، برضه يكون في حاجات منفذة computerized يعني أو automatic، عشان ايه، عشان تراقب هذه الايه، تراقب او تعكس هذه السياسات المكتوبة. برضه في السكيورتي بوليسي المفروض يكون في تفاضل ما بين
سهولة الاستخدام وطبعا كل ما السكيورتي زادت كل ما الاستخدام بقى أصعب، فيكون في مفاضلة بين سهولة الاستخدام وزيادة الأمن. طبعا الـ areas of concern تشمل طبعا الـ أكيد طبعا email attachments دايما الفيروسز بتبقى عليها، والوايرلس ديفايسز. تمام، بيقول لك بقى الايه ال VPN uses the internet to relay communications but maintains privacy through security features. فلازم نستخدم السكيورتي فيتشرز الموجودة عشان تحافظ على الخصوصية. وطبعا في additional security includes encryption originating and receiving network addresses. الأمان الإضافي ده بيشمل إنشاء عناوين الشركة سواء اللي هي الأوريجينيتنج والريسيفينج. تمام، وطبعا الخطة لازم تشمل برضو تدريب الموظفين وحتى البارت تايمر ووركرز وكونتراكتورز. طبعا كل دول لازم يتدربوا على الـ IT activities، ولازم ايه ان هم يفهموا السياسة الحفاظ على الـ IT resources في الشركة عاملة ازاي، وبرضو نفهمهم الـ recent security incidents. وطبعا موضوع بقى الـ information systems اللي هي protected بالباسوردز، لازم يكون في الباسورد ليها جاردنج معين، وعدم السماح عشان نعمل شيرينج للباسوردز. وبرضو لازم يكون في رولز، ستريكت رولز او ستريكت اكسس كنترولز عشان نحمي الداتا بتاعتنا. ولازم يكون في ريبورتنج او ابلاغ عن اي unusual activity. وبرضو البورتبل كومبيوترنج والداتا ستورج ديفايس برضو يكون برضو ايه بروتكتد. لازم الموظفين كلهم يبقوا فاهمين او متحملين لهذه الايه المسؤولية. برضو educate them and motivate users to understand and follow policy. خلاص الكلام ده قلناه. طبعا البريفنشن بقى بتشمل الفاير وول، مشهورة جدا كلمة فاير وول مشهورة جدا، دي عبارة عن سيستم بي ديزاين تو بريفنت ان اوثورايزد اكسس تو اور فروم ا برايفت نتورك، حاجة بتحمي عدم تحمي النتورك بتاعتنا ان هي اي حد غير مسموح ليه ان هو يخش. وبرضه ممكن الفاير وول يتعمل في الهاردوير او في السوفت وير او كومبينيشن من الاثنين. والفايروولز prevent unauthorized internet users from accessing private network connected to internet especially intranet. الانترنت غير الانترانت، الانترنت دي انترنت داخلية جوه شركة معينة، لكن الانترنت دي اللي هي الايه ال world wide. الانترانت دي شبكة أصغر كتير قوي من الايه من الانترنت. ادي الشكل بتاع الفاير وول، بيكون موجود على الايه موجود على ما بين مجموعة الكمبيوترز والايه والانترنت في النص عشان يحمي ايه من الهجوم على هذه الايه هذه النتورك من الخارج من الانترنت يعني. طبعا الفاير وول ما بيحميش الانسايدر فروم انسايدر، ما بيحميش الكلام من الاتاكس اللي ايه اللي جاية من بره. بيقولك بقى الـ prevention بيشمل تنفيذ حل أمني متعدد الطبقات، يعني في كذا layer. طبعا ده بيخلي الكمبيوتر اقتحامه صعب أو أكتر صعوبة. وكده طبعا بيشمل إن احنا نحط firewall على الشركة، على الشبكات بتاعت الشركة يعني، بس إن هو يعمل limitation للـ network access. وبرضه بيشمل إن تعمل prevention system للـ intrusion اللي هم الـ الـ الـ
المتطفلين يعني، بحيث ان احنا نعمل بلوكينج للفيروسز والمالفورمد باكيتس والاذر سيتس. وبرضو بتشمل برضو البريفنشن، يشمل انستاليشن للانتي فيروس سوفت وير. ان هو بي بي سكان فور سيكونس اوف فايلز اور فيروس سيجنتشر، بيبحث عن الشكل الفيروس اللي جاي او البايتس اللي هي ممكن تكون السيكونس بتاعها عبارة عن فيروس. تمام. وفي طبعا مركز في اليونايتد ستيتس، في مركز لبدل المعلومات اسمه يو اس سيرت سيرفيس اس كليرنج هاوس، يعني مركز بدل المعلومات لو في اي فيروس جديد او كده. هذا المركز بيبقى عامل طوارئ للايه، الهجمات الشريرة اللي بتعمل على شبكات الحاسب. وطبعا عندنا في هنا في الجدول ده في مجموعة من السوفت ويرز اللي هي بتعمل فاير وول يعني على كل فيندور بقى، وكل شركة بتعمل فاير وول خاص بيها وبتبيعه. دول 1 2 3 4 5 دول البيست فاير وول سوفت وير اديتورز تشويس. برضو البريفنشن بيشمل عمل ضمان، يعني حاجة تضمن ضد الهجمات، ضمان ضد الهجمات اللي هم الداخليين يعني المطلعين الداخليين. لو في أي مشكلة حصلت لازم كل الموظفين والكونتاكتس كلهم يمشوا، وقعد يقوم الفريق بتاع الاي تي بعمل حذف لكل الاكونتس، ها اللوجين اي ديز والباسورد كلها، عشان ايه؟ يضمن عدم استمرار الهجمات. وبرضه المفروض يحدد الرول بتاع كل امبلوي والكي ريسبونسبيلتي بتاع كل واحد بالظبط كان. طبعا عايز خطة تتعمل. تمام. وخطة تشمل create rules and user accounts to limit authority، مش أي حد معاه باسورد يخش في كل حتة في الشبكة، دي حاجات معينة بس يخش عليها. كل ده عشان يعمل prevention، منع الإيه، منع الهجمات ضد الإيه اللي هي جاية من الداخل. وبرضو برضو موضوع السايبر تيروريزم اللي هو الإرهاب الإلكتروني. طبعا الإرهاب الإلكتروني ده فيه برضو بعض الهيئات في كل دولة يعني بتكون مسؤولة عن إيه الحماية ضد أو الدفاع ضد هذا الإرهاب اللي هو بتاع الإلكتروني. زي مثلا في أمريكا مثلا في Department of Homeland Security and its National Cyber Security Division، دي طبعا الكلام ده في أمريكا يعني، ده بيبني بيحافظ على نظام اللي هو بي ايه السكيورتي بتاع الإنترنت، وبينفذ الايه السايبر ريسك مانجمنت بروجرام فور بروتكشن اوف كريتيكال انفراستراكشر. طبعا حماية طبعا البنوك والشركات المالية والخدمات المية والكهرباء والخدمات الحكومية، كل الحاجات دي، وخدمات الطوارئ، كل الحاجات دي تبقى كلها يعني مدارة بالكمبيوتر. طبعا الحاجات دي كلها مينفعش تقف، فعشان كده بيبقى في برنامج إدارة المخاطر الإلكترونية لحماية البنية التحتية الحيوية. برضو البريفنشن بيشمل إجراء عملية تدقيق، ها conduct periodic IT security audits
نعمل تفتيش او تدقيق على ال تدقيق مستمر يعني على الـ Information Technology Security. بيتم تقييم السياسات اللي موجودة، ها، وهل هي متبعة ولا لأ، وإذا they are followed ولا لأ، وريفيو أكسس أند ليفلز أوف أوثوريتي، وتست سيستم سيف جاردز، نعمل تيستينج، ها، وإنفورميشن بروتكشن أسسمنت كيت إز أفيلابل فروم ذا كمبيوتر سكيورتي انستيتيوت. في طبعا في مجموعة كده من الـ الإجراءات اللي بتتعمل عشان يعمل بروتكشن، اللي بيتم فيها تقييم الايه البروتكشن او الانفورميشن بروتكشن الموجود. طبعا بالنسبه بقى للديتكشن سيستمز، المفروض الديتكشن سيستمز بتقبض على المتسللين، في متسللين الشبكه يعني، تقدر ان هي ايه تتحدد شخصيتهم وتحدد المكان هما جايين منه. في بقى intrusion detection system بيمونيتور system networks resources and activities، ويعمل notification لو في اي possible intrusions from outside the organization او misuse from within the organization. طبعا الكلام ده حاجات ايه، كلام الاجهزة دي اجهزة غالية، يعني عدم استخدام الاستخدام اللي هو السيء للـ IT resources جوه الـ organization برضه، لا هي تعمل مونيتور عليه misuse from within the organization. وطبعا في الـ intrusion detection system ده بيقوم على two methodologies، أو methodology اللي هو behavior based approach أو knowledge based approach. طبعا الكلام في الاتنين دول يطول قوي، أنا مش عايز بس أوسع في الكلام عشان إيه نخلص المحاضرة. بالنسبة بقى للريسبونس، يعني ايه اللي هيحصل بقى لو حصل فعلا انتروجن او حصل اتاك. الريسبونس المقصود بيها خطة الاستجابة، الخطة اللي على اساسها السيستم هيستجيب للايه للانتروجن دي او الديكشن ده، ويحاول يعالج اللي حصل. طبعا المفروض يعني قبل وقوع اي اتاك تكون هذه الخطة معدة، ها، وتكون الموافقة تمت عليها من الإدارة القانونية بالشركة والإدارة العليا. طبعا الهدف الأساسي من الريسبونس بلان اللي هو الريجين كنترول اند ليميت دامج، استعادة السيطرة والحد من الضرر. وطبعا مش المقصود منها ان احنا ايه نكاتش الكاتش انترودر او نعمل مونيتور عليه، المهم بس ان احنا ايه نستجيب للي حصل ونحاول نقلل الاضرار على قد ما نقدر. طبعا مش كل الناس عندها او مش كل الشركات عندها ريسبونس بلان، حوالي 56% بس، هم يعني تقريبا نص الشركات بيبقى عندها الايه ريسبونس بلان، خاصة الشركات الكبيرة. طبعا بالنسبة للريسبونس برضو، ما زلنا في الريسبونس، لو حصل مشكلة المفروض نقول لمين، المفروض الخطة تحتوي هنكلم مين ومش هنكلم مين، أو مين هنخبره ومش مين اللي مش هنخبره، عشان مش الحاجات دي الخبراء أمن المعلومات بيقولوا مش لازم تنشر كل معلومات حول أي إختراق أمني في الـ public forums. وطبعا لازم يحصل documentation لكل اللي حصل، كل system events اللي حصلت وال الاكشنز اللي اتخذت وكل الايه الكوميونيكيشن اللي حصل ما بين المحادثات اللي حصلت يعني ما بين داخل الشركه وخارج الشركه نتيجه هذا الايه هذا الايفنت. طبعا المفروض الريسبونس يكون سريع عشان يحتوي الهجوم اللي حصل او الاتاك اللي حصل. وطبعا فوت بقى نتيجة طبعا اللي حصل، زي ما حصل كده في شركة ارامكو لما كل الكمبيوترات اتمسحت، المفروض بقى نعمل ايه، نعمل بعد ما حصل بقى اللي حصل يعني خلاص، يبقى نعمل بقى ايه collection and log all possible criminal evidence، اي حاجة
ممكن تكون تدل على الجريمة اللي حصلت. وطبعا اي باك اب، طبعا اي كمبيوتر لازم يكون فيه باك اب يقدر يرجع نسخة احتياطية تكون محدثة وتكون كاملة، ونعمل بقى باك اب جديد لكل الكمبيوترات. وطبعا يكون المفروض في متابعة بقى عشان نحدد ايه اللي حصل ونمنع حدوث هذا الاتاك مرة اخرى. وبعد ما نعمل الفولو اب، بعد كده المفروض يكون في ريفيو، يكون في مراجعة، determine exactly what happened, evaluate how the organization responded، نقيم ازاي استجابة الشركة اللي حصل. وبعدين نقيس بعناية يعني wait carefully the amount of effort required to capture the perpetrator، ان احنا نقيس بعناية مقدار الجهد المطلوب للقبض على الجاني. وبرضو نعتبر النيجاتيف بابليستي، ان احنا مش عايزين نعمل دعاية سلبية للشركة، يعني المفروض نكون الكلام ده سري يعني. وطبعا الشركات دايما الشركات تكون المفروض يعني تكون هي مسؤولة عن الـ IT security weaknesses، اي نقط ضعف المفروض هي تحاول تعالجها. تقريبا اخر حاجة بقى في الشابتر ده اللي هو الكمبيوتر فورنسكس، اللي احنا اتكلمنا عليه في اول خالص، اول شابتر خالص، اول محاضرة اللي فاتت، اللي هو التحقيقات الـ او الـ التحقيقات الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية، يعني كمبيوتر فورنسيس. بيحتوي الكلام ده بيحتوي أو بيشمل عناصر من القانون والكمبيوتر ساينس عشان نحدد ونجمع ونفحص البيانات والحفاظ على سلامتها، بحيث يتم قبول هذه الحاجات اللي احنا جمعناها كدليل. وطبعا طبعا في اسم تاني للكمبيوتر فورنسيس اللي هو الطب الشرعي الحاسوبي. طبعا ده بيتطلب تدريب مكثف وشهادة ومعرفة بالقوانين اللي تنطبق على جمع الأدلة الجنائية. طبعا دي آخر سلايد إن شاء الله في في المحاضرة بتاعتنا، وآخر سلايد في شابتر 3، وإن شاء الله هنزل لكم شابتر MCQ شيت على شابتر 3 ده، بحيث تكونوا عارفين الأسئلة بتيجي إزاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده سمري كده لمعظم الحاجات اللي جات يعني. وسبحانك الله وبحمدك، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.